انطلق مساء اليوم المهرجان الذي أعلنت عنه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان. المهرجان الذي يقام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعلى مدى 3 أيام من 5 وحتى 7 من شهر إبريل الجاري شهد إقبالا لافتا في أول أيامه. ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة للجمهور للاحتفال بالقرقعون والفرق الشعبية وبرامج ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى السوق والمعارض والمطاعم والمقاهي. كما تقام مسابقة يومية للأطفال يتم خلالها اختيار أجمل زي تراثي لعدد من الأطفال المتواجدين في القرية. هذا وتفتح القرية التراثية أبوابها للجمهور يوميا من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 1 فجرا.